اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين حلقتنا وفقرتنا الثانيه هنتكلم فيها عن الامتحانات لما بنتكلم عن الامتحانات بيكون في كتير جدا من التساؤلات وخصوصا انه موسم الامتحانات بنلاقي فيه حاله من الرعب في كل بيت مصر بنلاقي كده حاله من الطوارئ ممنوع خروجات ممنوع تليفونات ممنوع حد يكلمنا حد يجي حاجات كتير جدا وخصوصا بقى كمان بيضيق الخناق اكتر على الطالب وكان الام والاب هما اللي هيمتحنوا توتر شديد جدا قلق اكتر عشان كده ده بيخلينا النهارده عايزين نعرف ازاي ممكن ندخل امتحانات وربنا ان شاء الله يوفق كل الطلبه والطالبات اللي داخلين خلاص على الابواب وازاي من غير ما يكون في هذا التوتر وهذا الخوف الزائد عن اللزوم وخصوصا ان احنا بقى مع كمان الكورونا الموضوع بقى اونلاين ف يعني اعتقد نسبه كبيره جدا بقت على الام والاب في المذاكره وفي توصيل المعلومه وفي التعامل والتكنيك بتاع الامتحانات هنعرف النهارده نتعامل ازاي ونخرج ان شاء الله من الامتحانات يعني موفقين وناجحين وواصلين لكل اهدافنا مع ضيف العزيزين شرفني ونورني في الاستوديو دكتور عادل عوض مستشار التعليم الدولي اهلا بيك يا دكتور اهلا بحضرتك اهلا يعني ب جميع الاخوه الافاضل الأيمين بالجنود المجهوله وراء الكاميرات يعني يحفظهم يعني أطل... هم دول الجنود المجهوله فعلا يعني اللي بيحاولوا يظهروا كل حاجه جميله كده يعني حقيقي هم الابطال الحقيقيين ورا الصوره اللي بتوصل لكل المشاهدين عشان تقدر تبقى الصوره بالشكل يعني اللي يليق وحضراتكم في ناس كتير جدا بتشتغل وبتتعب على قدم وساق ويمكن ما بتنامش وما بتروحش بيتها في قناه مصر الزراعي طبعا يا دكتور في كلامنا عن الامتحانات لما بنتكلم عن الامتحانات بنلاقي كتير جدا من الامهات شايله الهم بشكل كبير جدا تتفق معايا ام تختلف انه كتير من الامهات احيانا بيبقوا شايلين هم اكتر حتى من الطالب نفسه طبعا بتفق مع حضرتك يعني طبعا الصوره بالنسبه للذهنيه للامتحانات وخاصه امتحانات الثانويه العامه إنها على ابواب يعني وكده بيسموها عنق الزجاجه يعني وكده فبكل رعب يعني البيت ينتابه الرعب والفزع من دي حاجات متراكمه من زمان جدا يعني يعني مثلا ما تخرجش من الشارع ما تخرجش للشارع ما تتصلش بالتليفونات ما تلعبش وخاصه الرياضيين يعني ما اوعى تروح الرياضه وتمارس الرياضه بالعكس يعني ياخدوا الامور عاديه، اول حاجه بس حضرتك يعني طبعا يعني بنحيي طبعا جميع الاخوه المشاهدين يعني وبنطمنهم ان من الامور عاديه ولازم الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء. يعني كونك مثلا الطالب مثلا يطلع في الثانويه العامه طلع من الاوائل طلع جاب 100% ودخل افضل كليه مش هي دي نتيجه المطاف، احنا عايزينه شخص يكون سوي. شخص يعني ازاي يحب بلده وازاي يكون ملتزم اخلاقيا، ده اللي يهمنا. اما يطلع مثلا دخل افضل كليه في مصر والكليات القمه وبعدين طلع شخص غير سوي وشخص مش كويس جدا او اخلاقيات سيئه ما استفدناش حاجه فنقول لهم الامهات ده اتوكلوا على الله ابدا ابنك ما فيش داعي للرعب والخوف وما فيش داعي وفي حاجه مهمه جدا المقارنه بين الاخرين زينا. شفت فلان قاعد في البيت بيذاكر شفت ابن خالك شفت ابن عمك شفت اخوك دي بتعمل نوع من الحقد ونوع من الحساسيه عند الولد او الطالب او الطالبه فلان افضل منك فلان كذا عدم المقارنه نهائيا بزميلتها او زملائه أو في المدرسه او اقاربه او في البيت دي بتخلي الولد يعني شيء من بي... مشحون اه مشحون وخايف اول حاجه احنا بنعمل ايه في البيت بنهيئ تهيئه الجو النفسي للطالب للمذاكره نعم. يعني الغرفه اللي بيكون بيذاكر فيها او المكان او المكتب يكون مك... اول حاجه يكون نظيف مكان كويس وهادي ما يكونش فيه اصوات خارجيه ما يكونش هو بيذاكر وفي التلفزيون شغال مع اخواته او في البيت بايه والاصوات شغاله معاه نوفر له الجو المناسب الجو المناسب اول حاجه اللي هو المكان نظافه المكان ثاني حاجه نعرفه وده اهم شيء قبل ما تذاكر كان اقول بسم الله توكلت على الله الادعيه كثير من الناس نسيناها يعني وانت اعرف إيه ابنك وهو طالع بسم الله توكلت على الله تجعل البسمله احنا كان عندنا لسته ادعيه كده يا دكتور قبل المذاكره بعد المذاكره في البريك في, في وسط المذاكره نقول ايه حتى واحنا داخلين امتحانات قبل الامتحان بعد الامتحان فلسه الامتحانات دي ما بقتش اعتقد مع الاجيال الجديده حد بيقول الادعيه دي بالشغف ده ويتوكل على الله كده بال شد الحاجه احنا حتى, حتى زمان الكراسات اللي كانت موجوده واحنا صغيرين خلاص في ابتداء كان كلها ارشادات تربويه في المرور وفي الصحه وفي الاخلاقيات والقيم يا ترجع كل هذه الاشياء يعني ريت فعلا بترجع كل الحاجات دي يعني بس يا دكتور هترجع ازاي واحنا النهارده عندنا الموبايل لا يفارق ايد الطالب، يعني حتى وهو خلاص على باب الامتحان ماسك الموبايل في ايده، وفي ظل العاب الكترونيه يعني يا دكتور نقدر نقول عليها شنيعه، انها النهارده بتاخد ذهن الطالب بشكل غير عادي تشتيت، ادمان، ما يقدرش ان هو النهارده يفصل عنها يوم واحد عشان يلحق يعني اللي ما من اول السنه يلحق يذاكر ويلم المنهج ويظبط الماده فنعمل ايه مع التكنولوجيا السريعه قوي اللي ممكن تضيع مستقبل اولادنا حضرتك نوجهه برضه في البيت توجيه لابد الاب والام بيشوف ابنه بيشوف ايه ما دلوقتي ال... انت مش قادره تتكلم مع ابنك لانه بيقول لك اونلاين هو بيذاكر الاول كنت أقوله هات منك الموبايل عشان تبدا افتح الكتاب وذاكر لا دلوقتي النظام اصلا اللي هو اونلاين فانت مش قادره ايه تقول له حاجه خلاص ولا انا بفتح انا بذاكر دلوقتي يبقى في توجيهات والحب اساس يعني التميز واساس الـ يعني ان الابن او الابنه يحس بحب الاب ليه وحب الام ليه يعني مثلا لو هو رايح الامتحان يا ابني قول بسم الله توكلت على الله خد بالاسباب برضه الارشادات التربويه اللي خد بالك وانت بتركب خليك مثلا ايه وانت بتعدي الطريق وانت بتركب قول بسم الله وانت بتركب وانت بتنزل نفس الطريقه خليك في من الطريق ما تنشغلش بالجوال ودي مهمه جدا مم. انا شوف بعض الطالبات في الامتحانات بيعدوا الطريق وبتصور نفسها سيلفي ده يعني تخيلي بيعملوا زي مثلا مسابقات مع بعض او تحدي انا اقدر اعدي وانا ايوه واشوف الموبايل يعني. فقدر الله يعني الاخطار بتبقى شديده جدا يعني وكده يعني الحب اعتقد أساس كل شيء. لو الاهل النهارده حسسوا ان الطالب انه خوفهم عليه اكتر من خوفهم على يعني تقديراته او درجاته في الامتحان ده هيخلي الطالب لا عنده استعداد اقوى لانه يذاكر مش عشان اهلي خايفين على ادخل الكليه الكليه اللي هم عايزينها او درجات لا ده خايفين عليا اكتر من اي حاجه اعتقد ده يخليه اكيد طبعا يعيد حسابات انت تقول اختار اللي أنت تناسبك فعلا مش شرط ياما ناس كان خد مثلا مثلا يمكن معد سنتين بعد ربنا بقى اربع سنين وبدا يبقى يدرس في الجامعه يعني كان جاب مجموع قليل ولكن ربنا وناس كتيره نجحت جدا في حياتها ونجحت مثلا ماديا وعلميا وتفوق وكان حاصلين على درجات قليله فهو ان احنا بنقعد نشحن الطالب لازم كليات القمه طب انا مش مؤهل لكل انا ما أحبش ان انا مثلا ادخل طب بخاف من المشرط بخاف من كذا كذا ولكن لو اتجهت اتجاه تاني اقدر انجح واتفوق مثلا في الهندسه في اي حتى لو حتى معهد بسيط يعني وكده فهو بالحب ان نفس لم يدرك الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها يا الله. انا بالحب قد وصلت الى نفسي وبالحب قد عرفت الله. الله طبعا دي يعني ربع العدويه من ضمن بعد ما يعني حاجات الحب حضرتك يعني فضلك احنا في السعوديه فضل الله كنت يعني مشرف عمل مع زيد عن 86 مدرس طبعا مشرف في السكن مصريين فقط ومشرف في في المدرسه يعني عليهم التقيت يعني فضل الله سبحانه وتعالى كنت رايح طبعا مدرس عادي برضو ده قصه نجاح بقول لحضرتك انا مدرس لغه عربيه وتربيه اسلاميه ومدرب كاراتيه طبعا فعن طريق برضه الرياضه تم تهذيب الاخلاقيات وبدانا نتدرج رائد نشاط وكيل مدرسه مشرف عام على المدارس ما شاء الله. مستشار مع التعليم ليه لان كل غرضنا كل ان كل انا في لجنه اختيار المعلمين لمكه المكرمه من فضل الله مسؤول عن النواحي السلوكيه رغم ان انا ممكن بجلس مع مدرس انجليزي الرياضيات يهمنا ازاي يتعامل مع الطالب ايوه احنا عايزين مدرس اب ممكن واحد متميز علميا وماجستير في تخصص ما او بيحضر دكتوراه ولكن الالفاظ اللي تقال مع الطالب والاسلوب ما فيش طريقه لتوصيل المعلومات واسلوب ابعد ما يكون احنا عايزين مدرس مربي أيوة. وده ما نفتقده الان يعني المدرس اللي هو يكون قدوه في كل شيء شايف ان ده ما بقاش موجود زي زمان و... وانه المعلم بالدرجه الاولى هو المسؤول عن النهارده ان الطالب يحب الماده او لا النهارده احنا لحد النهارده بنقول انا كنت بحب جدا الماده الفلانيه عشان كان المدرس بيوصلها لي بشكل كله حب وبيدخل حاجات اخرى مع الماده فبيخلينا نحس كده انه ما فيش روتين اللي هو داخل أ... أ... يعني احط الدرس على البورده وخلاص واخرج لا هو داخل بحب فحببني في الماده بتاعته ده بيأثر هو المدرس أصل... من الماده بتاعته واحنا الاتجاهات دلوقتي يعني الرئاسه وال... يعني الرئيس ربنا يحفظه طبعا ويحفظ مصر والمصريين جميعا ويقلب بقلوب قلوب العرب جميعا كل الاتجاهات دلوقتي حضرتك اللي هو التركيز على النواحي التربويه نعم التركيز على الاخلاقيات يعني حضرتك ودي اساس كل شيء النجاح يعني مثلا دلوقتي الام في البيت احيانا تهتم الولد صحي الصبح عشان عنده امتحان تجهز له ايه الفطار خد السندوتشات وكل واللبن واشرب الشاي وكده يعني طب ما تقول له يا أبو الصحيح كده انت صليت ولا لا ايوه ما احنا عايزين نبدا من واحد احنا مش عايزين البناء الجسدي عايزين البناء العقلي وبناء الروح نعرف ان الولد الطالب وانت رايح يا ابني عم تقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وفي نفس الوقت برضه من الطلاب نفسهم رضا الوالدين لو هم راضيين عنك خلاص هتلقى تفت... يعني ت... الابواب كده تفتح ليك على طول ان شاء الله بحب. تلقى على طول كده تلقى اجابه السؤال اللي انت يمكن ما ذاكرتوش قد ايه تلقى ربنا فتح عليك وبدات تذاكر توفيق 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 من بال... الله سبحانه وتعالى التوفيق برضا الوالدين يعني معم. احنا بنقول مثلا توجيهات لاولياء الامور احنا عايزين بقى الاولاد انتوا بتعملوا ايه؟ وبرضه في نفس الوقت عايزين بناء الشخصيه السويه للطفل مجرد ما هو كان طفل صغير يعني عايز الام لما الولد بدا يعني قصه شعر بشكل نظ... مش مش زي ما نشوف كده عايزين تقول لا يا ابني ما ينفعش كده انت بص شكلك في المرايه الرسول عليه والسلام مش هنقول بقى نهى عن القزع اللي هو حلق الجزء من الشعر وترك الاخر يعني وكده هتقول لي انت شوف منظرك هل ده منظر انسان مقبول هل ربنا كرمه هل الانسان اللي خلق احسن تقويم بعض للاسف النجوم اللي بيطلعوا في رمضان اللي بيعملوا برامج المقالف تلاقي مجرد يطلع البرنامج من هنا تلاقي اجيال كامله طول السنه عامله نفس القصه ونفس اللون والوان غريبه يعني حتى لا بتأذى العين يعمل شعره احمر يعمل شعره ازرق لمجرد ان هو سن 15 16 سنه وتقليد اعمى ونقعد نقول طب فين اهاليهم دول؟ طب فين دور الاب والام في البيت؟ شايف حضرتك ان الدور هنا دول, دول, دول ده ده حاجه الاب والاب لان ساعه ما الولد في حلق وراح البيت تعال يا ابني انت ليه كده ماشي كده؟ هل ينفع بص لشكلك في المرايه كده؟ الناس هتقول لي ابن فلان ازاي؟ انت ترضى ان حد يضر ابوك؟ ترضى ان حد يتكلم عن والدك او والدتك؟ فانت تبدا معاه شويه شويه، هقول فلان قول له دور مش قدوه، بالعكس ما هي اختلفت القيم دلوقتي حضرتك، م. القدوة هل فلان اللي يقعد مثلا ياخد مش عارف 40 50 مليون في شيء هابط كده اغنيه هابطه؟ هل كذا؟ لا احنا عندنا امثله جميله جدا للطلاب ما تميزوا بحاجات كتيرة باع الفريسكه ابراهيم اللي مثلا كان مشرف يوم ما بيسالوه منظر هو يعني واحد ماشي وسبحان الله شوف الرزق ازاي بقول انت يعني فرحان قال انا كنت عايز افرح ابويا يعني. شوف الكلمه اللي قلبت موازين العالم كله وده اللي خلى النهارده الفيديو ينتشر وياثر في ناس كتير جدا يعني ابراهيم الشاب المكافح اللي في ظل بيعه للفريسكا بقى النهارده طالب طب فالناس كلها انبهرت وجاله مساعدات كتيره جدا عشان يقدر يكتس كمان كليه الطب و... وياخد منحه و... تمام بقى. ففعلا المكافح بي... بينعكس بشكل ايجابي على المجتمع بس ده بيخليني بقى اخد يعني سؤال مهم جدا لحضرتك صدري. هو انه احنا كمان كأم واب النهارده بايديهم النهارده ان هما يزرعوا الصوره دي في الطفل وهو صغير النهارده الاب والام اللي يلاقوا ابنهم جاي بيشتكي من المعلم او المدرس لا ما تخلوش ما تسكتلوش رد عليه قول له كذا هينوا اكسروا احنا بنشوف الكلمات دي وبقينا بنشوف التصرفات دي في كتير جدا من المدارس شايف انه النهارده اهانه المعلم وتعمد الاهالي انه يبوظوا الصوره دي في اذهان الطلبه هي يمكن اللي اثرت على منظومه التعليم وخلت النهارده التعليم عند ولادنا ملوش قيمه بالشكل ده حضرتك في مقوله اقول اردت ان على دوله كامله فقد على هيبه المعلم وانشر الغش بين طلابها <applause> هيبة المعلم خلاص لو المعلم الهيبة بتاعته سقطت خلاص سقط كل شيء دي مقولة ودي اللي بيحاولوا ايه يعني ينشروها عندنا يعني والحمد لله طبعا دلوقتي في توعية كبيرة جدا وفي مدارس يابانية وفي مدارس وفي يعني اهتمام جدا بالتعليم هيبة المعلم الهيبة لو سقطت هيبة المعلم خلاص ونشر الغش يعني اصبح دلوقتي بعد اقول له الامور ابنه جامعة الثانوية العامة ايه غششوكم النهاردة ولا لا؟ أيوه. مش يقول له امتحان اعمل ايه؟ اللجنة, كان سهلة اللجنة, آه اللجنه كانت سهله اللجنه ويقعدوا يدعوا على المراقب وعلى واللجنه كانت صعبه و... وكان احنا بنخلي ده سمه اساسيه طيب ما هو يعني لو غش حضرتك يعني لو غش في المرحله الثانويه مثلا دخل الجامعه دخل بالغش او دخل بواسطه معينه هينتقل لمرحله مثلا العمل برضو ايه نفس الطريقه آه وده يمكن هنستنى في الفقره الجايه آه انه اللي بيغش في الدراسه هيغش في الشغل بتاعه هيغش في المهنه بتاعته هيغش زملائه وهيغش مديره هيبقى سمه اساسيه في حياته أنا بقى كل عايزة. شيء. نعم. آه. 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 نخلي ك... يعني الامتحانات النهارده واحنا داخلين عليها آه. وفي ظل جائحة الكورونا والتوتر والخوف والقلق والرعب اللي مالي البيوت نقدر ان احنا نجتاز الامتحانات بتوفيق وبنجاح وبدرجات وبتقديرات بدون ما يبقى في ضغط ولا لوده على كل اسره مصريه. محضرت أول حاجة يعني نحاول غرس القيم الدينية في نفس الطالب أو الطالبة. نعم. نقول له خليك قريب من ربنا. وانت ماشي خلي ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانك على طول وانت بتحدد الطريق وانت بتكتب وانت بتدخل ادخل يا إيه رب اشرح اعتمد على نفسك مم. مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ما تقولش مثلا بعض الناس جاهزا في برشام بيعملوا بطريقه معينه كذا والوسائل اللي كان بيغشوا بيها لا انت يا ابني احنا عايزينك انسان ما يهمناش التفوق التفوق العلمي يهمنا التفوق الاخلاقي مم. عايزينك تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى عايزين صورتك تبقى كويسه جدا مش هيهمنا أن جبت مجموع قليل ويهمنا كذا خليك قريب من ربنا سبحانه وتعالى كذلك الام تجهيز الاكل الصحي ده مهم جدا مم. يعني الولد مثلا لو جاب من المدرسه اول حاجه لو جال من امتحان انت عملت كذا طب وما تعودش تساليه ايه اللي حصل والسؤال الاولاني وحلت يا ده انت كده مش, مش هتنجح السنه دي الكلمه دي خلاص انت حطمتيه مش هيقدر يذاكر تاني خلاص بعد اخر ما خلص امتحاناتك اساليه مثلا لو انت عايز ايه انما انت حليت يا ابن الحمد لله شوف بقى الماده الثانيه ما كان لابد ان يحدث اللي كتبته خلاص مش هتقدر تغير حاجه خلاص اتكتب وهيبدا يتصحى وكده خليك انت في الايه في الحاجات التانيه الباقيه وبعدين بنتكلم برضو حاجات الاكل الصحي دلوقتي اولادنا ماشيين دلوقتي معلش يعني المواد اللي هي الحاجات اللي شارينها من بره مع كلها حاجات مش انا اقول مش هنقول مش هنقول يعني كده يعني الولد ماشي حتى بيشرب الحاجه الماده الغازيه وبياكل وهو ماشي وده خطا عليه وده خطا يعني صحيا ما ينفعش وخلاص ما بقاش في اكل البيت حتى لو الام عامله الاكل و و وتعبت وقفت طول النهار يبعت تجيب بالدليفري ما اقول لحضرتك تجهيز الاكل, الأكل الصحي تقول له معلش يا ابني كان زمان قبل ما الواحد يطلع معلش خد كوبايه اللبن كوبايه الشاي وانت ماشي لازم تغير ريقك الله يرحمه الناس الكبار كان دايما يركزوا يعني مفيش ايه كل في البيت كده ما تقول تعالى خلاص احنا نعمل لك اي حاجه معلش كان زمان يدونا سندوتشات يا ترى بيحصل دلوقتي الولد التاني يقول ازاي احط لي سندوتشات ويضحكوا عليها في المدرسه يا حبيبي ده الحاجه اللي بتتعملها في البيت دي حاجه مفيش فيش يعني اصلا انتشار الامراض طبعا ربنا يعني عافينا بالنسبه لكورونا دلوقتي ربنا يعني يكفينا هذه شغله هذه الغمه ودي طبعا جند من جنود الله ربنا ارسله عشان يشوف سبحان الله يعني العالم كله توقف العالم كله عشان ربنا انتم عمالين تقولوا طلعنا الفضاء وعملنا كذا وكذا وكذا فهو حاجه جند بسيط اهو العلاج كورونا ايه حضرتك؟ النظافه الشخصيه يعني اهم شيء النظافه اللي احنا دلوقتي بدانا نعقم ايدينا احنا عايزين بقى التحقيم الرباني وانت قبل ما الكمامه اعرف الكمامه مش هي اللي تحفظك ربك. رب الكمامه هو اللي يحفظك. ده حقيقي تمام قول بسم انا عايزه بذكر الكلمه دي يمكن انا شفت بعينيا دكتوره جامعه يمكن دكتور ايمان الديب اللي كل الناس اتكلمت عنها اكثر الناس المحافظين جدا واكثر الناس الملتزمين وكانت يمكن ما دخلش الطالبه للحرم الجامعي او لمكان الدراسه الا وهي لابسه الكمامه ولو لقيتها لسه بتلبسها بتخرجها بره دكتوره ايمان دي توفاه الله بالكورونا ويمكن ده اللي بيخلينا كلنا انه ربنا برضه كمان يعني مواعيد موتنا و أه طبعا لا شك فيها طبعاً. عند رب العالمين فلازم نلجا له طول الوقت يعني ما نقولش انا خلاص كده انا مامن نفسي انا مش هيجي لي كورونا انا عامل اللي عليا الجا طول الوقت برب العالمين هو اللي بايده يحفظك وهو اللي بايده والله حضرتك شوف احنا عندنا في ايات في القران الكريم كلها يعني ما شاء الله يعني لو التزمنا فيها بسوره الحجرات يعني اقول رب العزه والجلال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني بالنسبه يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يعني حضرتك عز. الايات القرانيه يا ايها الذين لا يسخر قوم من قوم طبعا. يعني علم اولادنا كلها اداب سوره كل الحجرات عدم طيب. السخريه من الطالب من زميله ما تقول له تقول له فلان تقول له فلان اللي كان كذا فلان اللي كده يعني عايز تقول له ده قصير ده تخين ده طويل وبطرق مع واحد يقول لك انا ما اتكلمتش بس انت اشرت خليني يا دكتور التنمر ده عايز حلقه لوحده وعايز نتكلم على اهميه التنمر خصوصا ان بقى اتجاه دوله دلوقتي بشكل كامل عاد اللي بيخلي حالات كتير كمان تنتحر النهارده بسبب كلمه او سخريه لكن آه خليني احييك واشكرك على كل النهارده التبس ده. وكل المعلومات اللي قلناها للطلبه النهارده اللي بتخليهم فعلا يخلوا انه يبقى التوفيق ده في حياته كلها وليس فقط فتره الامتحانات انت كان معانا النهارده دكتور عادل عوض مستشار التعليم الدولي بشكرك يا دكتور في نهايه الفقره ونتمنى نشكر حضرتك حضرتك ناقص الاخوه المشاهدين والاخوه اللي وراء الكاميرات وربنا يحفظكم جميعا وشكرا لحضرتك يعني شكرا يا دكتور لسه مكملين حلقتنا النهارده معاكم وفقرتنا الاخيره استنونا بعد الفاصل السلام عليكم